لأول مرة هنشوف كأس أمم إفريقيا في الصيف، بس الأهم إنها لأول مرة هتكون بمشاركة 24 فريق. 24 فريق في البطولة معناها إن أربع أحسن توالد من الست مجموعات هيتأهلوا لدور الستاشر. طب كده مين هيلعب مين؟ خلينا ناخد منتخب مصر كمثال. نفترض إن منتخب مصر تصدر المجموعة الأولى اللي فيها الكونغو الديمقراطية وغندا وزيمبابوي، ساعتها هيلعب ثالث المجموعة الثالثة اللي فيها السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا. طب لو مثلا ثالث المجموعة الثالثة ما كانش من ضمن أحسن توالد، ساعتها إيه اللي هيحصل؟ بسيط، هنلعب ثالث المجموعة الرابعة اللي فيها المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا، لكن بشرط إن ثالث مجموعتنا كمان يتأهل لدور الستاشر. طب خلينا نفترض برضو إن لا ثالث المجموعة الثالثة ولا ثالث المجموعة الرابعة اتأهلوا لدور الستاشر، وقتها هنلعب ثالث المجموعة الخامسة اللي فيها تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا. طب لو اتأهل ثالث المجموعة الثالثة واتأهل ثالث المجموعة الخامسة لكن ثالث مجموعتنا احنا ما اتأهلش، ساعتها هنلعب برضو ثالث المجموعة الخامسة. الدنيا اتلخبطت معاك؟ بسيطة، الجدول ده بيشرح كل احتمالات تأهل التوالد وهيلعبوا مين من أوائل أول أربع مجموعات. طب أوائل بقية المجموعات وأصحاب المركز الثاني في كل المجموعات هيلعبوا مين؟ أول المجموعة الخامسة هيلعب تاني المجموعة الرابعة، وأول المجموعة السادسة هيلعب تاني المجموعة الخامسة. بقية التواني هيلعبوا بعض، الأولى ضد الثالثة والتانية ضد السادسة، وبكده ده يكون شكل الطريق للنهائي اللي هيتلعب في استاد القاهرة يوم 19 يوليو. فهمت حاجة؟ عموما لو ما فهمتش كفاية تتفرج على الماتشات وتدعي ناخد البطولة.